يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور يا بني Oh.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم
إن الله عليم بذات الصدور.